يخوض مع اللقاء بعشرة لاعبين. شوف محاولات النصر، المحاولات عددها لا يغرك، الفرص الخطيرة قليلة، لكن هذه كبيرة يا عجب، خطيرة يا عجب، بعكس كل التوقعات يا عجب، الذي يأتي بنقص عددي يكمله عجب الآن. 1-0 عن طريق العين، عن طريق الكابتن، عن طريق الـ16، العين يتقدم بعكس المجرى، بعكس التوقع. الآن يأتي الهدف، هو اللي يبداها، عرضية تصل، عجب يترك في المكان الخطير وهو لا يتركها إلا بشباك تهتز وشباك تتحرك. يا له من زعيم يريد أن يقف في أصعب الظروف، في أصعب الأوقات، في اللحظات الصعبة. عجب 1، العين 1، النصر ماذا يريد أكثر من هكذا ظروف لضيفه في مباراة اليوم؟ لكن عجب الآن يتحدى كل ذلك، إنه يصرخ من الضغوطات. بيدرو إيمانويل لا يريد أن يبالغ في احتفالية بطولة الدورينا حتى هذه اللحظة. كرة باتجاه كايو، لف ودار، عرضها كايو، يا رب، هدف ثاني. الزعيم يتقدم في قمة الرتب العالية، يتذكر بأنه الزعيم، المهاجم يصنع للمدافع، لا بأس من تبادل الأدوار من أجل دور لهذا الزعيم بكل تأكيد. شوف اللقطة، شوف اللعبة، كايو يصنع، رافا يتابع، دفاع النصر عددا موجود ولكن بالتأكيد لا يراقب. انظر للكرة، انظر للقطة، رافائيل يسجل، العين بشخصيته، العين يتحدى كل الظروف الصعبة ويتقدم بلاعبين ويسجل بمدافعين، إنهم لا يريدون الخروج من كل الحسابات. وصلنا 20 تسديدة مقابل 6 تسديدات، العبرة بالأهداف حتى الآن. ريان مينديز، يا سلام، يا فنان، يا فنان، يا فنان، عشان المهارة لازم تكمل. والنصر بعد الضغط، بعد الضغط يصنع الألماس، يصنع الألماس. 2-1، هدف يقلص الفارق، كان لابد أن يأتي الهدف لأنهم استمروا بهذا الضغط. شوف ريان، شوف الحل، هذا اللي نتكلم عنه. الفنان إن لم يسجل فإنه يصنع، لكنهم لم يحسبوا حسابك يا شيوتاني. هل تحتاج إلى من يراقبك لكي لا تسجل في مرماك؟ انظر إلى اللقطة، هذا دفاع العين الذي قاتل وحاول واستبسل، لكنه بعد ذلك أصاب مرماه، أصاب مرماه. شيوتاني يصرخ قبل أن تدخل، شاهدها في المرمى، شاهد مصيرها.